صراحة قررت أن أذهب إلى التمثيل. تمثيل؟ لأن التمثيل التمثيل أوكي نعم بالثاء. نعم. لا صراحة بالنسبة لي التمثيل كنت أحبه. أوكي. واللي زاد شجعني أنه أستاذة كان سميتها مدام بيتي في ستار أكاديمي. هي اللي كانت كتقول لي أنه شهادتي مجروحة فيك. جميل. ومدام بيتي معروفة، فشجعتني أكثر أنه نوثق بنفسي أكثر. الحمد لله أخذت بطولة في التمثيل وكلها الحمد لله عجبت الناس. أول دور دخلتي فيه بطولة على طول؟ نعم. لا ما شاء الله عليك، مبدعة ومتألقة وبالفعل الجمهور اللي تابعك ويحبك في كل مكان وعلى كل منصاتك، يعني أنا أقول يعني البنت هذه تستاهل المتابعة والمحبة اللي أنتم تقدمونها لها. نعم عطيناك الكلام الحلو عشان أحيب التحدي. الله لحد. شوفي بروح الحين مكان يجتمع فيه جميع المغامرين من كل أنحاء العالم والوطن العربي إلى بقعة واحدة ونقطة واحدة بنسيرها الحين. جاهزة؟ نعم. إلى حديقة الفجيرة للمغامرات. Let's go. Let's go. قدامنا كاياك. شو هي رياضة الكاياك؟ خبرني أنت. كاياك هي نفس مركبة بحرية، في الفردية وفي المزدوجة اللي تساعدك، تعالي خلينا نقربك عليها، اللي تساعدك أنك تتنقلين من نقطة إلى ثانية.